منتدى وكالة الأنباء الجزائرية، منبر جديد تتدعم به الساحة الإعلامية، وموعد دوري يتطرق لأبرز القضايا التي تهم المواطنة وتثري الحركة الإيجابية التي تتسم بها الساحة الوطنية. هذه طبعة من المنتدى هي طبعة شرفية، هي طبعة الأولى التي تعالج قضية مهمة جدا في تاريخ أمتنا. من خلال طبعاته القادمة سيستضيف شخصيات وطنية بارزة، سيتناول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن العام. نهني لوكالة الأنباء الجزائرية هذا المودود الجديد، ونتمناه أن يكون إضافة مفيدة لجميع منتسبي وجميع مشتركي وكالة الأنباء الجزائرية، والمزيد من النجاحات والتألق إن شاء الله. هذا المولود الجديد الذي يأتي ليثري المشهد الإعلامي والمشهد الثقافي بفضاء آخر، كما لاحظنا مفتوح للذاكرة، وأعتقد بأنه سيفتح لملفات أخرى في المستقبل، فضاء نستمع من خلاله إلى شهادات وقراءات قيمة كما استمعنا اليوم. العدد الشرفي لمنتدى وكالة الأنباء الجزائرية تناول موضوعا تجتمع حوله ذاكرة الجزائريين عشية 8 ماي، اليوم الوطني للذاكرة. أنا مسرور جدا عطيتوني هذه الفرصة هذه بهذا اليوم التاريخي وفي هذا المكان بصفة خاصة، اللي حتى هو مربوط بالتاريخ، لأن هذه الوكالة هذه تكون في أثناء الثورة. المنتدى جاء عشية ذكرى اليوم الوطني للذاكرة، خاصة وأن وكالة الأنباء الجزائرية كانت أسست يعني في إطار ذاكرة الثورية، يعني ديسمبر 61 تأسست وكالة الأنباء الجزائرية يعني من ناحية تاريخية، واليوم هي تشرع في ربما العدد الأول من المنتدى. إطلاق هذا الفضاء الإعلامي خطوة أخرى تخطوها وكالة الأنباء الجزائرية من أجل تقديم خدمة عمومية راقية في سبيل مواكبة التحولات التي تعيشها الجزائر، وحتى تكون منبرا يخدم مصالح البلاد ويساهم في الحفاظ على استقرارها.